وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال أطلقت مشروع باسم حلمنا وهنحققه. المشروع ده الهدف منه تطوير خدمات صحة الطفل بالمستشفيات والمراكز الطبية للمساهمة في تطوير خدمات صحة الطفل والاهتمام بطب الأطفال المجتمعي بشكل عام، بالإضافة كمان للتدريب المهني للأطقم الطبية يكون مبني على الكفاءة مع الاهتمام بالتوعية الصحية وتحفيز الطاقة الإيجابية لأطباء الأطفال لخفض وفيات الأطفال بنسبة توصل ل 50% خلال 3 سنوات. التفاصيل هنتابعها في تقرير زميلنا محمد رياض. حلمنا وهنحققه، صحة ولدي تبني بلدي، هذا هو شعار المؤتمر الذي عقدته الأكاديمية الطبية العسكرية ومستشفى الجلاء للقوات المسلحة بالتعاون مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية الملكية لطب الأطفال وعدد من الخبراء المصريين والأجانب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير طب الأطفال المجتمعي في مصر وخفض وفيات حديث الولادة بنسبة 50% في 3 سنوات. المبادرة اللي معمولة ديت مش بس يعني ببساطة تقليل وفيات الأطفال، أولا هي مبادرة لتدريب الأطباء، وده حاجة احنا شايفينها في وزارة الصحة حاليا انها من الحاجات المهمة جدا. هنعمل تثقيف للأمهات على حقوق الطفل اللي هو معاها، هنحاول بقدر الإمكان جدا ان احنا نقول للأم تبعد عن انها تحمل مرة تانية قبل سنتين، علشان ده معناها ان هي بتاخد حق الطفل في انه ياخد رعايته في السنتين الاولى من عمره. المؤتمر الذي يعقد على مدار 3 أيام يحلم فيه الحاضرون لتقليص نسبة وفيات الأطفال من حديث الولادة من خلال دعم وتطوير خدمات صحة الطفل والتدريب المهني والاهتمام بالتوعية الصحية للأمهات. انك انت تنقص وفيات الاطفال والامهات 50% في خلال 3 سنين هو حلم انا بقول صعب تحقيقه، وكنت بتناقش معهم ان لازم على الاقل يكون 5 سنوات، انما الحماس بتاع الشباب والحماس بتاع الدكتورة عبلة والحماس بتاع المجموعة كلها اللي بيشتغلوا ادوني امل في ان هم يقدروا يحققوا الحلم ده في 3 سنوات. مشروع حلمنا هو الأول من نوعه، حيث يعد مثالا مميزا لتعاون قطاعات المجتمع المدني مع القوات المسلحة ووزارة الصحة لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية 2018 للارتقاء بصحة الأطفال في مصر. مشروع قومي يهدف لخفض وفيات حديث الولادة والوصول بها إلى المستويات العالمية اعتمادا على تدريب وتثقيف طبي عالي الكفاءة من أجل غد أفضل بصحة الطفل المصري. محمد رياض، الحال اليوم.